السلام عليكم، انا هشام ضحوك. تعلمت الصنعة هنا في المغرب، مشيت للغربة والحمد لله. الحمد لله حنا دابا خدامين بخير وعلى خير. حنا مشينا للغربة ورجعنا من الغربة، حنا دابا في المغرب وحنا غادا الامور باذن الله الرحمن الرحيم تنمشيو فيها. معكم عبد الحميد محفوظي، كنزاول مهنة ديال الطابيسري في مدينة سالة الدوحة العيايدة المحيط. بالنسبة للموضوع ديال ليبيا، مشينا هاجرنا لليبيا خويا بحالنا بحال كاع عباد الله، مشينا خدمو على راسنا تمايا، كاينة الخدمة موجودة، الخدمة موجود كلشي. هادي فواحد الوقيتة اللي كانت الأمور فيها مهدنا كانت صافا بخير مزيان. بسبب هاد الحرفة هادي ديالنا ديال الطابيسري هنا في المغرب مزيانة، ولكن قلنا نمشيو مشينا لليبيا، قلنا نطوروا نفسنا شي شويه وهذه، وفهمتيني ولا لا، وزيت الخير خيرين والحمد لله. فهمتيني مشينا لهذيك الارض السعيده وخدمنا فيها والحمد لله. فهمتيني الحمد لله مشات الامور وخدمنا صورنا فلوس الحمد لله. فهمتيني ورجعنا للبلاد دابا حنا هنا في المغرب. كاينه الخدمه موجوده، الخدمه موجود كلشي. هذه فواحد الوقيته اللي كانت الامور فيها مهدنا كانت صافا بخير مزيان. خويا ملي ناضوا الاحداث وناضت هذيك البلبلات تكرفسنا شي شويه، تكرفسنا بزاف ماشي شي شويه فهمتيني ولا لا، وانما الحمد لله داز كلشي بخير وجينا وجيني لبلادنا. من تما صافي طرف ديال الخبز ما بقاش، جينا بحالتنا لهنايا. درت هاد لاتولي هادي كما كتشوفوها هي على قد الحال، وحنا غاديين مع الامور غاديين مكافحين. بالنسبه خويا الفرقه خي الفرقه تما كاينه الخدمه وهنا كاينه الخدمه، غير وكان الانسان تيبغيو تيني شويه يعيش في واحد المحيط اللي يكون فيه يكون مامن، يكون بخير مزيان، يخدم وهو مرتاح، شي يخدم في وسط حرب ولا وسط هادي تتكون شي شويه صعيبه. الفرقه خويا ليبيا احسن من هنا في المغرب في الفلوس، لان دوك الناس اخويا الفلوس تيخلصوا في الثمن، تيخلصوا ما كيتشطروش معك في الثمن. هنا عندنا حنا كيتشطروا وتتشري السلعه تشريها بثمن وهادي، والمهم هنا كتصور غير العشاء ديالك وصافي، تتصور العشاء ديالك باش تعشى وصافي. اما من ناحيه كفلوس ليبيا احسن من المغرب في الفلوس، هذوك الناس ما كيضيعوش، اما حنا هنا ديالنا كيضيعوا. الامن عندنا حنا هنا في المغرب، كاين الامن والامان. الهيه ما كاينش تما، عندهم عصابات ميليشيات فهمتيني ولا لا. تما انت وزهرك يا عايش يا ميت يا فهمتيني. المهم هذيك الارض راه انت فهمتيني ولا لا، ما بين الموت والحياه ما تعرفش شكون اللي كلشي مسلح، كلشي النساوين عندهم العيالات عندهم رجال كلشي عنده سلاحات، ما عندكش كيف فهمتيني ولا لا. البلاد حنا عندنا هنا هي الامن. والله المغاربه كانوا يتعاملوا معاهم مزيان، كانوا تيحبوا المغاربه مزيان مزيان مزيان. انا عشت معاهم، والله عشت معاهم تقريبا شي 6 سنين ولا، والله ما كانش مع عمرهم اداوني. الناس ديال ليبيا والله طيبين، ناس طيبين ما شاء الله. بالنسبه للتعامل تما يا خويا تيتعاملوا مع المغاربه مزيان، تيتعاملوا مع المغاربه مزيان، وراه اي بلاصه تتلقى بنادم الخايب والزوين وكان شي شويه، ولكن كتبقى متغرب في النهايه، تتبقى غريب على بلادك فهمتيني. ولكن بخير مزيان، كانوا كيتعاملوا معنا مزيان بخير. كمغاربه مع مغاربه راك عارف، مغاربه في الغربه راه تيتحالوا مع بعضياتهم تيوليو مزيانين بخير. يا خويا خرجت صغير فهمتيني، صافي اخي بغيت نستالي دابا اخويا هنايا في حالتي هنا في بلادي بخير، حدا خوتي حدا عائلتي حدا مراتي حدا ولادي بخير اخويا، حاسس براسي مزيان الحمد لله على كل حال. وحنا مشينا نخدموا في هذه الصنعه هذه نتاعنا ديال الطابيسري وهذه والحمد لله، تنقولوا اللهم بلادنا امن وامان والحمد لله. رجعت من ليبيا رجعت للبلاد والحمد لله. كنت انا واحد الصديق تما، كنت باش مشيت انا تلاقيت مع واحد الصديق ديالي تما كاين، ونسيبه هو اللي كان داني النهار الاول، وتلاقيت انا وياه تما كاين وتعاشرنا انا وياه لمده تقريبا ديال شي 5 سنين ولا 6 سنين، وبقات العشره ديالنا انا وياه طالت. دوزنا العيد الكبير عيدنا انا وياه، المهم صديق ديالي كبرت انا وياه وكبرنا في الغربه، وجينا انا وياه لهنا للبلاد وقلنا نديروا انا وياه الدومين
وهو كان سبقني هنا للبلاد بشي عامين ولا 3 سنين، هو كان دار المحل فهمتيني ولا لا، كنا نهضر انا في التليفون. الحمد لله هو مشات الامور ديالو وجيت انايا وجيت لقيتو داير المحل وداك الشيء، والحمد لله انا دابا انا وياه تنخدم انا وياه مجموعين خدامين انا وياه الخدمه اللي تجي تنخدموا احنا بجوج، والبركه تنقسموها احنا خدامين وماشي الامور باذن الله. القصه كيفاش تجيت اخويا انايا كنا تماكين حتى باش دير وراقك ولا حاجه لو فاك على الباسبور ما عندكش حتى منين تخرج لي سي باسي باش تاخذو ما كاينش منين تاخذو. المهم جينا مشينا صايبنا درنا خروج نهائي بمشقة الأنفس وجينا لتونس تاني، عدبونا تاني في تونس وجينا في الكار، ما كاين لا طيار لا والو، حتى الطيار ديال ما بين تونس وما بين ليبيا ما خدامش، وما بين المغرب وليبيا ما خدامش، خصك تمشي لتونس. وجينا لتونس تاني تعذبنا شي شوية، واخويا قلنا والله هما البلاد اخويا البلاد. بزاف ديال الصعوبات اللي مروا تمايا، بزاف ديال الصعوبات، مواقف هما من ابرز ديالهم اللي بقيت عاقل عليها، الاخرانيه كاع جايين في الكار. المهم الطوموبيله اللي اون فاس معانا كانت جاوزات الكار وضربوها بار بي جي طيروها في السماء قدامنا، تخيلوا راسنا حتى حنا راه موراها راه كاينه النوبه ديالنا، ولكن الحمد لله دزنا في الحدود الليبيه ما بين ليبيا وتونس وبخير اخويا وصلنا الحمد لله. بزاف ديال المواقف دازوا ولكن بخير الحمد لله داز، شفنا الحياة والموت بزاف ديال المرات بخير الحمد لله داز. اللقطة اللي كنت عن اللقطة باش كنت جاي شدونا اخويا في واحد المدينة اخر مدينة تيقولوا لها زوارة ما بين تونس، المهم في الحدود ديال تونس، شدونا تما كاين صحاب الحي هما هاد الحي هذا مقنعين داير القناعات، شدونا ما حيت حنا في الكار الباسبورات هادي لقاو عندي انا الاقامه لقاو عندي واحد المدينه سرت، وهذيك سرت كان فيها الارهاب وكان فيها كانوا فيها الدواعش وكانت شابكه فيها الامور، لقاو عندي فيها سرت قال لك اسيدي نتايا كنتي في سرت، شدونا حنا تقريبا شي 6 ديال الناس، حنا عندنا الاقامه في هذيك في هذيك المدينه، شدونا قال لك انتم كنتوا تخدموا مع الجماعه هادو وحنا ما كنا نخدموا لا مع جماعه ولا حتى حاجه، وشدونا قال لك انتم عاد تمشيو للحبس. والحمد لله جا واحد الشيخ ديالهم تما كاين، وكانت هذيك الساعات كان العيد الكبير، كانوا الناس كيرميو الحجاره على الشيطان، كانوا كيرميو الشيطان الحج، وقال لنا وكم ما كانش اليوم الناس كترجم الشيطان وهذا الشيء، قال لك والله نقتل فيكم حتى تقولوا انتم مع ما كنتوا تخدموا. وبصراحه سيفي الا شد الحكم باش نقول لك اخي هي من الافضل يشدها هو، وانا في الراي ديالي تيبقى. وبالنسبه نرجع ولا ما نرجعش، حنا تنبغيو اي بلاد عربيه تكون مستقره تكون مزيان صافا بخير، اما باش نرجع اخويا صافي بركه، انا كما قلت في الاول صافي الله يجعل شي بركه مون افونس على بلادي. دابا هما دابا الانتخابات عندهم، دابا السيف القذافي دابا تبغى يترشح انتخابات، لكن ما بغاوش ما قبلوش له الوراق ديالو باش يدخلوا في الانتخابات، لان حيت هيقول لك عايدير زي بواه فهمتيني، هذا هو علاش ما بغاوش يرجعوا السيف الاسلام للبلاد. ما لا رجعوا السيف الاسلام للبلاد عاد تمشي مزيان وعترجع البلاد كيف كانت وعترجع محسن من القذافي، لان بلاد بترول وبلاد فيها فلوس وبلاد ناس طيبين، وحتى السلعه كيشريوها هما تشريوها غاليه وكيعطيوها للشعب ديالهم تعطيوها عليه النص بالنص، الا شراو بحال هكا قرعه ديال الزيت الا شراوها ب10 دراهم تشريوها ب10 دراهم وتعطيوها لهم هما يعب 5 دراهم، البلاد تعيش فيها تكبر فيها اولادك تعيشهم تقريهم اي تو حاجه فهمتيني ولا لا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.